حداة الركب يعوج بالمطي إلى هنالك شيء يحرك لواعج المحب، الاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدفا بحد ذاته وإنما هو وسيلة. سيقول بعض هؤلاء الإخوة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، لأن النبي ابتهج، الابتهاج صوب تكون موجودة العواطف بس بتزداد هيجانا وإمتى في المناسبات. يا عمي حبك لرسول الله يجعلك تنتعش بمجلس يذكر فيه رسول الله. يوم الاثنين من 12 ربيع الأول كانت ولادة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، شو بيصير معه هذا الإنسان؟ ولد المشرف في ربيع الأول. إذا كنت محبا لرسول الله لا يمكن إلا أن تهتاج بين جوانحك مشاعر الحنين، مثل ما قال ابن الفارض: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. ما منقول الإساءة التي أسيء بها إلى رسول الله في هذا بيسترجي سيء إلى رسول الله؟ فشر. نجي حتى بهالمناسبة من نلجم أفواه الناس، أعكن لا تجيبوا سيرة النبي بذكرى المولد، لا تعملوا احتفالات، لا تعملوا مديح، لا كذا كذا كذا، لأنه بتعلق. شو هالحكي؟ أنا أقول هذا لمن كان في قلبه جذوة من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما اللي ما بيحبه ما لي علاقة، الله سبحانه وتعالى يمتعه بالحب. برنامج الحكم العطائية مع فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، وحلقة هذا الأسبوع بعنوان مولد سيدي ولد عدنان تأتيكم بإذن الله السبت عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية: